السلام عليكم. خلصنا من التدشين الخامسة، طبعا أنا من اليوم ورايح بسميها الخامسة لأن فعليا السيارة مكتوب ذا فايف فنسميها الخامسة. البي ام دبليو الخامسة دشنوها في السعودية قبل كم أسبوع، كان شيء واو، السيارات اللي جابوها جدا جميلة، واليوم يعني حصلتنا الفرصة أن نجرب السيارات هذه عن قرب. طبعا معنا فئة 520 اي تحديدا الام باكج. بي ام دبليو فاجأت الجميع مع الفئة الخامسة ان الشبك ما تغير واجد عن الشبك اللي نعرفه من بي ام دبليو يسموها كيدني جريل، فاعطوك شبك مشابه وقريب جدا موديلات بي ام دبليو اللي نعرفها ونحبها، يعني عكس الفئة السابعة عكس الفئة الرابعة اللي مازالت الشبك الكبير خلينا نقول، ولكن هنا اعطوك شبك جدا جميل. طبعا اللي سوته مع الفئة السابعة سوته مع الفئة الخامسة، ان الخامسة في منها كهرباء وبنزين بنفس الشكل، فنتكلم عن بلاتفورم واحد او خلينا نقول شاص واحد، ففي منها كهربائية في منها بنزين كلها بنفس الشكل، وهذا الشيء انا قلت تعكس قوة السيارة. زي فيها سابع انا قلت لكم الكهرباء والبنزين خلينا نقول يقوون بعض، هنا نفس الشيء الكهرباء والبنزين يقوون بعض. طبعا الفرق من الخارج الشبك في الكهرباء مقفل تماما، هنا في البنزين تلاحظ فيه فتحات اكيد للتبريد عشان المحرك، لكن الكهرباء والاي 5 خلينا نقول مقفل بالكامل، واكيد الرينج يديك العلامة الزرقاء. طبعا باذن الله بتجرب خاصة الام 60 انا متحمس عليها، اللي هي اقوى سيارة من الفئة الخامسة حاليا متوفرة قبل ما تنزل الام 5 اللي راح تبنى بنفس البلاتفورم او خلينا نقول بنفس الباور ترين حق الاكس ام، فمعناها بلاجن هايبرد لكن ما ندري عنها اي شيء. عموما هذه اللي معنا اليوم هي 520 اي الام باكج. طبعا الام باكج معناها عندنا الصدام فيه حواف خلينا نقول حده اكثر فيها، الجنط الجميل حق الام مقاس 20، كليبر حق الام ايضا باللون الازرق الجميل، وايضا عندك باجات الام الموجوده في كل مكان. الإنارة الموجودة فيها الخامسة قريبة من أكثر البيمات الموجودة، فنتكلم الليد الموجود كأنه أسهم على اليسار أو على اليمين، طبعا فول ال اي دي، نيرتها جدا قوية صراحة، قوية مرة ترى. أعطونا رأيكم في الجنط، أنا أشوف صراحة جدا جميل، مقاس العشرين هذا جاي مضبوط لا هو الكبير ولا هو الصغير. طبعا زي ما قلت لكم باجات الام موجودة في كل مكان. الجهة السفلية من الفئة الخامسة جاي بلون مختلف، وكأنهم طابقين البدي على الجهة السفلية هذه شايفين باللون الأسود. طبعا الناردو جراي هذا الموجود على اغلب سيارات بي ام دبليو الجديده بالفيس ليفت اللي نزل مع خلينا نقول الاكس 4 والاكس 5 والاكس 6، ايضا هذا هو اللون الجميل مره رائع صراحه على السياره هذه، واللون واللمعه جدا جميله ما شاء الله تبارك الله مع الاناره. اعطوني رايكم في اللون هذه. ايضا من الاشياء اللي تغيرت اللي صارت خلاص كلها مطابقه في كل سيارات بي ام دبليو مسكه الباب اللي تجي فلاش مع خلينا نقول الباب نفسه، فالمسكه جايه زي ما شايفين كذا عكس كل السيارات اللي صارت مسكات الباب خلينا نقول تطلع وتدخل، هنا مسوينها بطريقه تقليديه شوي للامانه، يعني رجعوا للستايل القديم في بي ام دبليو. واعطوني رايكم، انا صراحه يعجبني، احس لو ممكن السياره وسخه شوي ضايق لكن بشكل عام جدا ممتاز. واحده من الاشياء اللي بي ام دبليو فرحانين فيها الفايف، طبعا هنا كاتبين خمسه اذا فتحت الباب، والباب الثاني ايضا هنا كاتبين خمسه، في الكهربائيه تلقى اي قبلها بتصير اي 5 بحيث انها تعكس انها سياره كهربائيه. الفئه اللي معنا ما ادري كم نزلوه ولا لا السنه هذه، في معنى ما في باب شفط، لكن اسمع صوت ردعه الباب، لاحظ ردعه. بستمتعنا فيها صراحه. واحده من الاشياء الجميله في التصميم الجديد، واحس هذه تكون نقطه تضارب بين الناس، خلينا نقول النزله هذه انا عجبتني مره. واحس راح تعكس شيء قوي جدا مع الام 5 بحيث ان الام 5 راح تكون كذا مضخمه مع النزله هذه مع الجناح. يعطي شكل كذا سليك يسموها كذا ناعم سلس مره، فحتى الحين حلوه يعني انا اشوفها، والجناح الموجود معنا بالفئه هذه بحكم انها ام باكج مسوي شغل وعاكس خلينا نقول النزله هذه بشكل جدا جميل. ايضا الاناره اللي ماشيه هنا كذا سايح كان الشنطه سايحه، لكن اتوقع الدفيوزر اللي موجود في الام 5 مع الاكزوست راح يعطي شكل جدا جميل. ايضا هنا في دفيوزر، خليني اوريكم بشكل من الخلف. من الخلف تصميم الفئة الخامسة جدا بسيط، طبعا اغلب الشركات الحين قاعد تتجه للموضوع هذا، يسموها سمبلسيتي بساطة، ففعليا ما تكلفوا واجد، فإنارة جدا بسيطة خطين موجود إنارات ال LED. زاد في شغلة من الشغلات أنا ودي أسألكم أعطوني رأيكم، هل تحب أن أو تقول ليت الفئة الخامسة كانت مطابقة للفئة السابعة بالشكل لكن أصغر؟
زي مثلا بعض الشركات الثانية منافسة، أو تحب يكون لها شخصية مختلفة تماماً زي الموجودة في خامسة شخصيات؟ طبعاً أتكلم عن التصميم، وأنا مع الخيار الثاني اللي هو شخصية مختلفة للفئة الخامسة، بحيث تشتري السيارة خلاص ما في حد زيك. هذا يعني أتوقع الفئة الثالثة ممكن تكون قريب من هذه، لكن ستيل الفائدة للخامسة بحكم أن مالها مشابه أو أعلى منها مشابه. فأعطوني رأيكم في الموضوع هذا. زائد في واحدة من الأشياء الغريبة، أنا ما أدري مو مرة عجبتني ترى، هذه يكون لكم صريح، أن مو بحاطين فتحات إكزوست. أنا داري ممكن يحطوا واحدة وهمية، لكن فعليا هنا مخليها مفتوحة زي كذا. طبعا هذه للكهرباء أوكي ما في مشكلة، لكن هنا ما أدري، خاصة إم سبورت أو إم باكج الموجودة هنا، أحس ودي لو حطوا فتحات إكزوست حتى لو بشكل. فهذه بالنسبة للجهة الخلفية، طبعا حساسات موجودة، أكيد الكاميرا موجودة ما يحتاج. الشنطة المعنى كهربائية تفتح، بسيطة جدا. مساحة الفئة الخامسة دائما في الشنطة اعتبره جدا ممتاز. من الأشياء اللي صارت تضاف للسيارات عدة تنظيف للسيارة، بحيث أنك تعتني بسيارتك لازم تعتني فيها. السيارة دي السيارات هذه مو رخيصة. طبعا في بعض الأشياء الموجودة هنا، وهذا السبير مؤقت أكيد. بالنسبة للفئات المتوفرة حاليا من الفئة الخامسة عند وكيل بي ام دبليو محمد يوسف ناغ، طبعا نتكلم عن اربع فئات موجوده. اول فئتين هي 520 اي، بعدين نتكلم عن 520 اي ام باكج نفس اللي قدامكم هذه، طبعا كلها ثنتين هتجي محرك اربع سلندر. بعدين الفئتين الثانيات الاخيره نتكلم عن اول شيء هي الاي 5 اي درايف 40 سياره كهربائيه، بعدين اللي فوقها واعلى فئه حاليا تباع اللي هي الاي 5 ام 60، نتكلم عن 600 حصان. فحاليا هي اقوى فئه خامسه موجوده تباع، طبعا اقوى فئه بس لسه الام 5 ما هي موجودة في الصورة. طبعا الام 5 يقولوا انها راح تجي نفس الدرايف ترين حق الاكس ام الاس يو في، فنتكلم عن بلاجن هايبرد في 8 توين تيربو. طبعا الحين ما في ارقام، ما في شيء، ما ندري عنها اي شيء، فما ودي ندخل في تفاصيلها. خلونا نتكلم مع او عن السيارة اللي معنا اليوم. اليوم معنا هي 520 اي الام باكج. طبعا الام باكج هو بس شكل جنوط، باجات، اشياء جميلة، كرسي رياضي. الفئة الخامسة تجي بمنظومة دفع حجين من نوع مائل هايبرد او يسموه الهايبرد الخفيف، ايضا في بطارية 48 فولت. المحرك الاحتراقي مكون من اربع سلندر على شكل طولي، ويجي بتقنية التوين باور تيربو تشارج 2.0 وقوة 190 حصان، وايضا 310 نيوتن متر من عزم دوران. فنتكلم عن 95 حصان تقريبا كل لتر في المحرك هذا. المحرك الكهربائي الموجود في نظام المايلد هايبرد يعطيك 18 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر، وايضا اجمالي القوة بتكون 208 حصان 330 نيوتن متر من عزم الدوران، وكلها مرتبطة مع جير اوتوماتيكي من نوع ستيب ترونيك من 8 سرعات، من 0 ل 100 تسارعها ب 7.5 ثواني، والسرعة القصوى 230 كيلومتر في الساعة. الباور للأمانة ما يعتبر الأقوى، ولكن شايل السيارة بزيادة، ما راح تسابق فيها، ما راح تسابق في الشوارع أو حلبة، لكن شايل السيارة وتمشي بكل أناقة وجمال. اللي قدامكم هذه الفئة الخامسة الجديدة من بي ام دبليو 2024، تبي تشوف كل فئات الخامسة وكل سيارات بي ام دبليو وكل سيارات الشركات في السعودية، حمل تطبيق مستعمل وجديد. فالصف الثاني بالفئة الخامسة، او خليني اسميها الخامسة. طبعا السيارة وسعوها شوي عن الاجيال السابقة، مريحة جدا كالعادة بي ام دبليو. عندنا مكيف هنا، طبعا بالفئة هذه مكيف متصل بالتكييف الامامي، لكن فئات زي الام 60 اي او الاي 5 ام 60 تكييف الخلف منفصل، فعندك تحكم بشكل كامل. هنا ما في اي تحكم، في عندنا فتحتين USB Type-C تشحن جوالك بشكل سريع، تكاية وسطية، وهنا عندنا ايضا USB Type-C 2، فنتكلم عن اربعة في الخلف، وهذه فتحة بحيث تحط اكسسوارات تعليقة الكوت، هذه موجودة، واتوقع في لها ايضا للايباد، انا ما قد شفتهم لكن دائما اسمع عنهم. طبعا هاربن كاردن السماعات الموجودة بالفئة هذه، دار مدار في السيارة. اللون ايش رايكم فيه؟ اللون الاحمر هذا الجميل. طبعا اكيد الحزام مع علامة الام بحكم المعنى الام باكج، صراحة واسعة. طبعا في مجال الكرسي يرجع ويتقدم حسب السائق. من داخلية الخامسة، طبعا الهوية موحدة اكيد في اغلب السيارات بالدبل الجديدة، نتكلم عن شاشات متصلة متوجهة للسائق. طبعا السيستم الموجود هنا هو الشيء اللي يختلف في كل شاشات بي ام دبليو الجديدة اللي نزلت، هذه السيستم حقه هو الاي درايف 8، هنا اي درايف 8.5 نتكلم النسخة المحدثة منه. طبعا تغيرت فيها اشياء بسيطة، لمسات اللي استخدم السيستم الثامن، هذا راح يكون تقريبا مقارب، اللهم خلينا نقول الثيمات الموجودة في الشاشة الرئيسية شوي اختلفت. ابلكيشنز هي نفسها موجودة. طبعا السيارة هذه معنا فيها كاميرا داخلية، كاميرا سيلفي،
هذه واحدة من الأشياء اللي بعض الشركات صاروا يسوونها. و عفوا ما تدري هدفها بالضبط، ولكن طبعا هي بحيث تدمج السيارة مع عالمك أو حياتك العملية. خلنا نقول طبعا الكاميرا تأخذ الصور عن طريق حركتين، أما أنك تضحك لها وتصور أو تضغط زر. فالحين قاعدة ظهر تلقطني وتحسن قاعدة تضحك، تضحك لها وتأخذ صور، بعدين تروح للجاليري تشوف صورك، تقدر أنك ترسلها بكل بساطة لنفسك بطريقة جدا إكسبورت فوتو، بعدين تمسح الكورد. فهذه تقدر تأخذ صور، تقدر تأخذ فيديو بعد، تأخذ لقطة جميلة جدا لك أنت والعائلة في رحلة جميلة مع العائلة، تأخذ صورة مع أطفالك. صراحة في لها يعني لزوم أوقات معينة فعلا حلوة، يعني أنا بنتي صغيرة هنا ممكن نأخذ سيلفي للذكرى. كنسول الوسطي هنا شوي مختلف عن الفئة السابعة بحكم أنها هي أقرب شيء للفئة الخامسة. وأنا في بداية الفيديو قلت أن السيارة هذه بيبي 7، فعلا هي بيبي 7، خاصة الفخامة فيها جدا جميلة. فواحدة من الأشياء يعني اللي لا شعوريا تسويها أنك تحس بباب شفط، خاصة بالفئة هذه. صدق السيارة فخمة 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 كل معنى، يعني حتى لما رحت يعني تغسلها تو في المغسلة عند الشباب سباركلينج سن أو سبارك سن، كل العمال كذا يقفل الباب شويش، يعني ما لهم صراحة. فهذه واحدة من الأشياء اللي صدق تمنيت تكون موجودة. الكنسول الوسطي الكريستالات موجودة، فعندنا الدايل هذا تقدر أنك تتحكم في الشاشة بدون ما تلمس، يعني خلنا نقول هذه الجير كريستالي نفس الفئة السابعة. طبعا شكل كنسول مختلف، لكن المربع هذا واحد في كل سيارة في BMW. ستارت كريستالي، وعندنا اللي يعلي يقصر الصوت موجود، وباقي موجود الحركة هذه. وصدق انها جميلة، تسويها بسرعة كذا تعطي كذا. وفي ماي مود موجود هنا، طبعا عندك البيرسونال سبورت افيشنسي اكسبريسيف وريلاكس. انا ارجع اقول اتمنى يكون في اصوات الموسيقى الموجودة في الكهرباء من بي ام دبليو ايضا بالبنزين، خاصة بسيارة زي هذه محركة اربع سلندر، يعني يدوب يطلع صوت، واصلا الصوت انهانس من السماعات يطلع، فحط موسيقى وخلاص مرة واحدة. فمع تغيير المود يتغير الثيم العام، فتشوف الاحمر هنا موجود، هنا عندنا الالوان هذه موجودة هنا. وايضا واحدة من الاشياء اللي تمنيت تكون موجودة اللي هو خلنا نقول الامبيان لايتنج الداخلية، الانارة المحيطية. طبعا في الكهرباء نفس الانارة الموجودة في السابعة، هنا بالفئة الخامسة مسوينها بطريقة مختلفة، خطوط كذا. للأمانة لو هذيك ما هي موجودة هذه حلوة، بس لأن هذيك موجودة حرام. أنا ما أدري إذا هو أوبشن تقدر تختار كذا وكذا، لكن إذا هو أوبشن لازم تأخذ هذيك. يعني منظر الكريستالي هذاك رائع صراحة. هنا أوكي حلو، بس هذاك أحلى شوي، هذه أمنيتي يعني. فهذه وعندنا أيضا الستيرينج مع الإم باج بحكم المعنى إم سبورت أو إم باكج، شكل جدا جميل. فتحت هذه رائعة، عندنا البوست هذا راح نجربه بعد شوي في التست درايف، ويلا إلى التست درايف. واحدة من الأشياء اللي متأكد منها كنت أن السيارة فيها متعة قيادة، كعادة بي ام دبليو سياراتهم جدا ممتعة. تجاوب السيارة معك هذا شيء رائع صراحة، فيها شعور دراكسون والأشياء هذه. بالنسبة للمحرك، أنا أول مرة أسوق الفئة الخامسة بمحرك الأربع سلندر، صراحة المحرك يعني كسواق عادية ممتاز ما فيها خلاف أكيد، لكن ما هو الأقوى. نتكلم عن 208 حصان و 330 نيوتن متر، السيارة فيها وزن شوي، شايل السيارة مرتاح ما عندي مشكلة، لكن كتسارع هو أكيد ما راح تسابق فيها بالنهاية، ما هي يعني أساسها ما هي سبورت خلنا نقول. فهذه هي الأشياء. غير كذا ناعمة السيارة وميزتها، مع أن المحرك ما هو ذاك القوة، هذا الصراحة صدق أنا حسيت فيه. بدر الشريهي برضو جرب السيارة حس فيها أن استجابة السيارة في التجاوز، يعني هي كذا تجاوز أحد تجاوز عادي ما عندي مشكلة بسرعة ممتازة. طبعا كان تجاوز كذا السريع هذا، السيارة مرة ممتازة صراحة. لكن التسارع تبي الصفر، تبي تدعس بقوة، تحس بالعنف، هذا ما هو موجود نهائيا. فحبيت أقول لك بحيث إذا أنت تدور هذه الأشياء في الفئة هذه ما هي موجودة. الـ M60 أكيد عالم مختلف، لكن نبغى نجرب إن شاء الله، والـ M5 سالفة ثانية. فهذه طبعا برا السعودية أنا شفت فيه محرك 6 سلندر، ما ندري إذا بيجي ولا لا، لكن نقول إن شاء الله محرك 6 سلندر أتوقع يكون جدا ممتاز. بتسوي تجربة تسارع من الكنسول في ماي مود، تضغط عليها تطلع لك المودات الموجودة في السيارة هذه.
نختار سبورت. من الاعدادات حقت السبورت تقدر تسوي ديفولت ان تراكشن ينطفي. طبعا كسيارة بالباور هذا ما لا تخاف كثير من انه تراكشن ما عندك مشكله. بعدين رجلك اليسار على الفرامل ورجلك اليمين على البنزين بتفعل لانش كنترول. انا استغربت انه موجود فيها مع ان السياره ما هي توجه سبورت ابدا, في اس فيها لانش. شوفوا معي يلا بسم الله. طبعا نتكلم 0 100 بسبع ثواني فاصل 5. لانش كنترول اكتف. وصلنا 100. زي ما قلت لكم ما في العنف الموجود زي ما جربنا الاكس 5 او الاكس 6, لكن بالنهايه توجه السياره ما هو سبورت حق يعني كشخه, جمال, اناقه, راحه بالقياده. هذا هي صراحه صدق هذا الباور ما راح يطرب اي احد ناوي باور. عموما اللانش كنترول صراحه حركه حلوه, يعني هذا اللي يعجبني في بي ام دبليو. اعطيني كل شيء, عيش جرب لانش كنترول ما في مشكله. صح 208 حصان لكن يمديك جرب. فشوفوا الشيء ذا جدا جميل. طبعا اذا كنت في وضعيات قياده العاديه يعني زي هنا بيرسونال هي الشخصي ماشي عادي طبيعي, حبيت تتسارع بقوه بدل ما تروح هنا وتحط سبورت, علق على الداون شيفت مكتوب بوست, تعلق عليه يطلع لك 10 ثواني تعطيك كامل قوتها. فهذه حركه جميله تختصر لك حفله الازرار اللي تصير عشان توصل للسبورت, لان بالنهايه في الوضع تختلف وضعيات قياده مع استجابه الثروتل. فهنا تعلمها انه انا ناوي ادرس. هذه كانت تجربتنا للخامسه من بي ام دبليو 2024. السياره هذه بالفئه هذه من الفئات الجميله ومن اكثر السيارات المدلله في عائله بي ام دبليو بحكم منصبها في العائله. نتكلم عن الوسط, لا هي صغيره زي الفئه الثالثه ولا هي الكبيره زي الفئه السابعه, قاعد تاخذ شيء موزون شوي. الفئه السابعه جدا جميله ممتازه, ولكن بعض الاحيان السيناريوهات مو كلها تصب في صالحها, والفئه الثالثه كذلك تاخذ شيء موزون بالفئه الخامسه. طبعا كل احد له رغبات. عموما الاربع فئات الموجوده راح احطكم السعر هنا في الشاشه, تشوف اسعار الفئه الخامسه بالاربع فئات شامل ضريبه عند محمد يوسف ناغي. ونت يعني انا قاعد انتظر بفارغ الصبر الام 5 الجديده ونشوف كيف راح يكون اداها. وايضا متحمس على الام 6 الكهربائيه, ابي اشوف كيف سواقه سياره رياضيه كهربائيه بالفئه هذه السيدان الاربع ابواب. يعطيكم العافيه حسب المتابعه, لا تنسون اللايك, شير المقطع مع اي حد يحب الخامسه او يحب بي ام دبليو او يحب السيارات الالمانيه الجميله العريقه. شكرا جزيلا ومع السلامه.